لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون الحجاج ضرورة وضع راحة حجاج الدولة على رأس قائمة أولويات أصحاب الحملات، مبديا استعداد المكتب التام لتسخير كافة إمكانياته لخدمة أصحاب الحملات لضمان تذليل أي صعوبات آنية أثناء تأدية المناسك. جاء ذلك خلال لقاء تنسيقي عقده مكتب شؤون حجاج الدولة مع رؤساء حملات الحج التابعة لدولة الإمارات، جرى خلاله اعتماد وتسليم مخيمات كل حملة على حدة في منى وعرفة، ووقف الدرعي على مستوى التجهيزات والتحضيرات النهائية في مخيمات حجاج الإمارات، مشيدا بتعاون رؤساء الحملات مع لجان المكتب بهدف توفير أرقى الخدمات لحجاج الدولة. أن مكتب شؤون الحجاج والمنبثق عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة قاموا بإبداعات لهذه السنة بالتعاون أيضا مع الحملات الإماراتية تحت إشراف ومظلة أيضا من وزارة الحج السعودية التي لها الجهد ولها الشكر الجزيل على ما يقومون به من خدمة ضيوف الرحمن. فمن إبداعات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لهذه السنة هو التسكين الذكي. أهم شيء عندكم الحاج، الحاج 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 الإماراتي لازم يكون في سعادة ويكون دائما الأول، وإن شاء الله بإذن الله راح يكون الموسم هذا طيب، واللي لاحظناه الآن فرق شاسع، ونسأل الله الله يوفقهم ويكثر خيرهم. إنهم ذللوا كل الصعب، طبعا احنا أقول لك هاي أشياء مكلفة، مش أشياء بسيطة إنك أنت مخيم قد هذا بالملايين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.